إذا السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء، كما قريتوا في العنوان هي سابقة من نوعها، محل ولا صالون كما بغيتوا تقولوا ليه لمحبي الحيوانات بصفة عامة. شي حيوان أليف كما بغى يكون كلب قطة أي نوع من الحيوانات، وكيبغي يمشي لشي شي قهوه يتقهوى هو وصحابه ولا شي حاجه، وكيكون عنده ديك الحيوان هو العائق ديالو. فهاد المحل كيوفر هاد الامكانيات، تقدر تدخل ليه هنايا. اولا كتلقى هنا الناس لي كليون كيتقضاو لعبات، ومن بعد في الداخل كتلقى الصالون فين كيتجمعوا الناس كيتبادلوا المعلومات، يشربوا قهوه مع الحيوانات ديالهم اللي عنده شي حيوان كذلك كيجيبو هنايا. كاين مجموعة من الحيوانات كما كتشوفو. نحاولو نلتقيو بمهدي صاحب المحل. السلام عليكم خويا، صافا؟ الحمد لله. انت مباشرة على شوف تي في، تقدر تشرح لينا كيفاش جاتكم الفكرة باش ديرو هاد المحل، وشرح لينا عطينا معلومات أكثر. ألوغ كيف المهم اللي دين طلقات من أن بزاف ديال الناس كانوا كيلقاو المشكل ديالهم، ف كيلقاو المشكل ديالهم ان صحابو اللي عندهم ديال وسط النهار ما كيلقاش زعما فين يمشي يدي فولا افيك سون شيان، دونك الكلب كان كيشكل عائق عندنا هنا في المغرب سيرتو فيو زعما التقاليد والمعتقدات ديالنا ان الكلب عايب ان هذه، دونك حنا حاولنا وزعما ومن هنا انطلقت الفكره اننا حنا لي باسيوني اننا نديرو واحد 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 زعما واحد لوبتي واحد لوبتي موند اولا واحد ليسباس فين نقدروا نجمعوا ونقدروا نبارطاجيو زعما لي زانفورماسيون اللي في هذا الميدان. فوالا اي واحد كيفكر انه يربي انشياء اولا اي حيوان اليف من بعد يقدر يجي لهاد لو ستور يلقى دي ليفغ يقراهم مكتوبه يلقى المهم يقدر يتلاقى بالناس اللي هما سابقين في الميدان عندهم معلومات زعما فايتين ويقدر يستافد من عندهم. في نفس الوقت كيلقى الحيوانات اولا الحيوان اللي هو كيفكر انه يادوبتيه من بعد كيلقاه زعما كاين سوغ بلاص كيشوفو كيشوفو كيفاش كيتحرك كيشوف الكومبورتمون ديالو يقدر يجي مع الحيوان ديالو. بيان سور هذا كنفكروا على الناس اللي يلاه كيفكروا انهم يديروا هاد الخطوه هادي انه ياخذ زعما ان شيان ولا قطيطه. اي في نفس الوقت كيقدر زعما المولو انه يجي هنايا يلقى دي ليفغ قبل ما انه اولا من بعد ما انه كيشوف الحيوان اللي هو كيعجبو كيلقى كشوفه اللي يقدر يقرا فيهم على السلوكيات ديالو كيفاش داير زعما الكاركتير ديالو فين يقدر يعيش فين ما يقدرش يعيش فين يقدر ياكل هادي دونك فوالا سي تو. واخا نجاوبو الناس مجموعه من الناس كيسولو على اين بلاصه كاين المحل. دونك المحل كيتواجد في الدار البيضاء، دونك هذا المحل الثاني ديالنا. كاين المحل الاول اللي هو محل عادي اللي يقدروا الناس يجيو يتسوقوا فيه المستلزمات ديالهم زعما اون سكي كونسيرن لاكسيسوار لاليمون لو تواليطاج. اي هذا هو لو دوزيام ماغازان اللي فيه هذا لو كونسيبت اللي هو كونسيبت جديد. كاين في الدار البيضاء في فال فلوري حدا لا سي تي ام، دونك كاين في الشارع ديال لا سي تي ام. واخا باش تقدر تنصح الناس ولا محبي الحيوانات؟ اللي كننصح به واكبر نصيحه اللي كنقدر ننصح بها الناس سي كو حتى شي واحد ما يتسرع في هاد وياخذ الخطوه ديال انه يمشي ادوبتي واحد الحيوان اللي هو ما عندوش عليه درايه، يعني يمشي كياخذو غير بوغ زعما بوغ اما بوغ لو بليزير حيت عجبو في الشوفه يمشي ياخذو. دونك هذا هو الهدف الاساسي علاش دار هاد الكونسيبت ديال باش ان الانسان كيجي كيسول كيستاكر كيسول الناس اللي سابقينو في الميدان سكو كاينين شي حيوانات اللي نمط العيش ديالنا حنا ما كيتلائمش مع نمط العيش ديالهم هما، ديكو ما كنقدروش نتفاهمو معاهم وما كيقدروش يتفاهمو معانا لا من ناحيه ديال السكن ديالنا يقدر يشكل عائق لينا ولهاد الحيوان الا ما كانوش عندنا زعما افكار الا ما كانوش عندنا زعما انماط عيش بحال بحال. هادشي كاين
هادشي كاين زعما في كاع لي غاس كو سوا المشاش اولا الكلاب كاينين دي حتى في الكلاب كاينين دي غاس اللي كل انسان ومديوره ليه واحد لا غاس اللي تقدر تتماشى مع الكاركتر ديالو مع نمط العيش ديالو. واخا شنو هو النوع الحيوان اللي لقاو مثلا عندكم هنا ولا يقدر يجي لعندكم هنا؟ دونك لي زانيمو اللي كنديرو هما لي زانيمو دوميستيك اللي يقدروا يربوهم الناس ديالهم اللي هما لي شيان لي شا لي زوازو لي زامستر لي كوباي لي ريبتيل زعما لي كاميليون فوالا هذاك الشيء اللي يقدر زعما يتعايش مع الانسان في الدار ديالو. شكرا، نقدروا نديروا واحد الجوله نشرح لينا ثم الحيوانات اللي كاينين كما كتشوفوا فهم مجموعه من الشرائح يعني اطفال نساء دراري الو هنا كيف كتشوفوا هاد لاغاس هادو جوج ديال لي غاس كنحاولوا نقربوا فيو زعما لي سباس كنحاولوا نقربوا كل غاس مع لاغاس اللي هي قريب عليها في الشكل وفي الكاركتر. الو هنا اون لي جاك روسيل هو البيض اللي هو البيض هاد جاك روسيل هو واحد لاغاس اللي هي واخا صغيره في الحجم ولكن ربي عطاها واحد ثقة النفس واحد لو فور كاركتر اللي كيخليه يحس انه كبير في الحجم وانه قوي بزاف مالغري زعما ساطاي. الوغ هذا الكلب هذا هو كلب اللي كيتسمى ان تيغيي هو باغمي لي تيغيي لي شيان تيغيي. هذا الكلب هذا كيستعملوا الناس سورتو في الصيد ديال القنيه كيقدر يدخل. دونك هذا الكلب هذا كيتميز بواحد الشجاعه اللي هي قويه واللي هي كبر من الصوره اللي كتشوفوه دابا. الوغ الكلب اللي من وراه هذا الكلب هذا هو واحد لاغاس اللي هي قديمه بزاف اللي كيتسمى لو تيكيل. هذا لو تيكيل هو واحد الكلب ما كيطوالش ما كيتهزش من الارض ما كيعلاش ما كيطوال الطول ما كيتهزش كيبقاو رجلاتو قصيرين ولكن كيطوال ظهرو هو اللي كيطوال. هذا الشيء باش معروف هذا لاغاس سي سون دي شيان زعما دوسيل. دونك هنا هذا سي لو بولدوغ فرونسي. دونك هذا لو بولدوغ فرونسي هو واحد الكلب اللي زعما معروف بزاف اللي بزاف الناس كيعرفوه اللي هو الاصل ديالو فحال السميه راه من فرنسا. الكلب حتى هو اللي من لي مولوسويد صغيورين هنا لو يوركشاير اللي شيواوا. دونك كيف كتشوفوا راه كاع الظروف زعما اللي تخلي الكلاب يعيشوا زعما في واحد الوقيت اللي يقدروا يعيشوا زعما في واحد المحيط اللي هو ملائم ليهم دايرين ليهم ليكستراكسيون. المهم ليكستراكسيون اللي هي كتعطي الهواء اي كتجر الهواء باش ان ديما لا تمبيراتور ديالهم كتكون مزيانه. فوالا هاد لو شا سي لو شا بنغال. دونك هادو ماشي قطط عاديين هادو هاد لو شا بنغال اللي كيقدروا يربيو الناس اللي كيكونوا عندهم حيوانات اللي هما غير مرغوب فيها في الجرده بحال الحناش بحال العقارب اولا بحال اللي كيجيو عند كيدخلوا عنده اللي كيدخل عندهم شاش ديال برا. دونك هذا واحد القط اللي عنده واحد الشخصيه اللي هي كبيره وراه كيف كتشوفوا راه كيشبه الفهد في الشكل ديالو راه كيكبر بزاف وعنده واحد الشخصيه وعنده واحد لا فورس اللي كيخلي انه كيدافع على الدار حتى من الكلاب. الكلب الا دخل للدار يقدر يجري عليه هذا القط زعما بهذيك الشجاعه اللي عطاه الله. وهذا الشيء كيكون زعما كيكون جينيتيك زعما
زعما لي جين ديالو هما هكذا كيكونوا زعما بروتيكتور. وهذا لو بيرسون غني عن التعريف. دونك لو جولدن ريتريفر اي لي لابرادور يبانوا لكم كيتشابهوا مي سي با لا ميم راس هادو بجوجهم دي ريتريفر مي هذا جولدن كيكون فيه البوال فاش كيكبر وهذا لا اللي تحت لا. وهادو كلاب اللي كانوا داروا ديال سيسون دو سيسون دي شيان دو شاس كانوا كيستعملوهم الناس فشحال هادي كانوا هاد الكلاب هادو كيستمتعوا بواحد القدره على الـ على الـ على الـ على السباحه وكانوا كيستعملوهم الصياده شحال هادي الناس اللي كانوا كيصيدوا الحوت اولا كانوا كيصيدوا البط وكطيح البطه في الواد اولا في الماء كان هذا هو الكلب الوحيد اللي كان كيبغي الماء بزاف زعما جينيتيكمون كيكونوا كيبغيو الماء بزاف وكيعوموا وما كيخافوش من الماء دونك هادشي علاش كانوا كيستعملوهم الناس فكيجيبوا لهم داكشي ديك الصيده ديالهم اللي كطيح في الماء. يعني هذا هو المكان كما قلنا هنا فين كاينين لي هامستر يعني هذا هو الصالون فين يقدروا يجيو الناس يجلسوا كاينين لي طابو فين يجلسوا اذا مشاهدينا شكرا على تتبعكم تلقاو في بث مباشر ان شاء الله الى اللقاء.